سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر الدعاء، هذا وش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان مباشرة لما يدخل صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرض ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولما يبدأ في الصلاة التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم صلاة إبراهيمية، التكبيرة الثالثة يبدأ في الدعاء، اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك كان يشهد لا إله إلى آخره. ثم التكبيرة الرابعة يعني يدعو لجميع المسلمين للأمة كلها، ثم يسلم. وإذا وقف أيضا أمام القبر كان صلى الله عليه وسلم يقول للناس استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو الثابت عنه، لم يثبت عنه أبدا قراءة القرآن، بل بالعكس قال صلوا في بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وبين أن البيت الذي يعني فعلا تقرأ فيه سورة البقرة كأنه مقبرة، دلالة على أن القرآن لا يقرأ في المقابر وإنما يقرأ في البيوت وفي المساجد نحو ذلك، لا يقرأ في المقابر، ما كانش قرآن في المقبرة أبدا. هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا شرعه.